نظمت مؤسسة الصديقية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان، نظمت يوما ترفيهيا مميزا للأطفال والأسر الأولى بالرعاية. حملت الفعالية العديد من الأنشطة والفقرات الترفيهية الممتعة، حيث تم تنظيم كرنفال أطفال ومسابقات رياضية وفنية بهدف إدخال البهجة والسرور على قلوب الصغار وتعزيز روح الفرح والتفاؤل لديهم. تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبالتعاون مع كلية التربية الرياضية جامعة حلوان، نظمت مؤسسة الصديقية عضو التحالف الوطني يوما ترفيهيا واحتفالا بالأطفال للأسر الأولى بالرعاية. هو يوم بنحتفل بالأسرة وبنعزم مجموعة من المؤسسات سواء أطفال أيتام من دور أيتام أو من بيوت، وبنعمل لهم برنامج شامل فيه جوانب فنية، جوانب رياضية، جوانب ترويحية. أطفال لازم نحسسهم بالمشاركة، بال دعم، ان انتوا معانا، ما نسيبهمش ان هم كده لوحدهم حتى مع انتهاء الدراسه. وده سبب تاجيل، ان كان الفتره اللي فاتت فيه امتحانات فنزلنا دلوقتي في اليوم ده. انا بسميه يوم الطفل، هو طفل مستحق سواء والله موجود الاب والام او غير موجودين، ففي اطفال مستحقين قوي. خلال الفعاليه تم عمل كرنفال اطفال وتنظيم فعاليه ترفيهيه لادخال الفرحه والسرور على نفوس الاطفال، وشارك بالفعاليات اطفال من مدارس وجمعيات ودور ايتام ومؤسسات الرعايه والاسر البديله. بنستضيف كذا دار من الايتام، طبعا زي ما انت شايف بنجيب لهم حاجات كده بتفرحهم، وبنقدم لهم عروض للتخصص في مجال التربية الرياضية. وبيبقى يوم ده احنا يعني الحمد لله يعني مستدام من زمان من ايام اساتذتي الكبار الله يرحمهم، واحنا الحمد لله متداومين عليه. يعني النهارده في حاجات كتير شتى للاطفال زي ما حضرتك شايف، العاب ترويحيه، وعندنا العاب رياضيه، وعندنا عروض زومبا، وعندنا عروض رياضيه مهمه جدا خلي الاولاد والبنات يشتركوا معانا، وانشطه تانية شتى. كما تضمنت الاحتفاليه مجموعه من الفقرات الفنيه والرياضيه المتنوعه والمسابقات بهدف إحداث التأثير الإيجابي البناء في نفوس هؤلاء الأطفال والمساهمة في الارتقاء بجودة حياتهم ومعيشتهم. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري.